بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. لقد رتب الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح إلى كتب، يعني داخل الكتاب متقسم إلى كتب، تحت الكتب دي أبواب وسماها كتبا، يعني مثلا بنجد كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، وتحت كل كتاب مجموعة من الأبواب. طب هو قسمهم إلى كتب وسماها كتب لأن الكتاب بمعنى الجمع والضم، أنت ضامن مجموعة من المسائل تحت هذا الكتاب أو داخل ذلك الكتاب، حتى جاية منها كلمة الكتاب، لأن بيبقى في الكتاب أشياء كثيرة بيتناولها الكاتب، في كمان كلمة الكتيبة المكتوب. وهو في يعني اصطلاح الجماعة المؤلفين والمصنفين إنه كلمة الكتاب كالجنس الجامع، يعني كالأصل الجامع لأبواب أو مسائل بيتناولها ذلك الكتاب. والحقيقة أنه من تنسيق الإمام البخاري للجامع الصحيح أنه جعل مفتاح الأبواب اسم الكتاب أولا، جعل مفتاح الأبواب اسم الكتاب أولا ثم تراجم للباب، يعني اسم الكتاب هو عنوان الموضوع الرئيس اللي بيتناول تحته مجموعة من الأبواب، الأبواب اللي تحته دي متصلة باسم الكتاب. فلما مثلا جاب كتاب البدء الوحي تحته الأبواب بتعالج القضية دي، تتناول هذا المضمون، وجعل بعد كده في الجامع الصحيح المقسم إلى كتب وتحت الكتب أبواب، وجعل تراجم لهذه الأبواب، وقلنا إن الترجمة هي العنوان اللي بيضعه الإمام البخاري لكل حديث في كل باب، والعنوان ده هو بيستنبطه الإمام البخاري من خلال ما فهمه من الحديث الشريف، ومن خلال كذلك فقهه للحديث المذكور تحت الباب، وكمان أدرج في هذه العناوين أو اللي هي التراجم علم جم من غريب القرآن الكريم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وشواهد الحديث من القرآن الكريم وشواهد القرآن من الحديث وهكذا. فبدأ الجامع الصحيح بكتاب بدء الوحي، تحت الكتاب ده في باب اسمه كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد كده الباب الثاني تحت هذا الكتاب باب من الوحي الرؤيا الصادقة، وجاب الحديث الرواية بتاعت أمنا السيدة عائشة اللي بتحكي فيها كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدأ الأمر ده كانت بالرؤيا الصادقة التي يراها كفلق الصبح، وهكذا إلى نهاية ما عرضه الإمام البخاري في هذا الكتاب وما تضمنه من أبواب. ونكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن طريقة تبويب الإمام البخاري لجامعه الجامع الصحيح، وطريقة تقسيمه للكتاب عبارة إنه الكتاب الجامع مقسم إلى مجموعة من الأبواب، وتحت هذه الأبواب مجموعة من الكتب، وتحت هذه الكتب الأبواب الخاصة بكل موضوع بيتناوله كل كتاب داخل الجامع الصحيح. فابتدأ الإمام البخاري بكتاب بدء الوحي، وأتى بعده بكتاب الإيمان، ويا ريت نركز في
أسماء هذه الكتب. يبقى أول كتاب كان كتاب بدء الوحي، وأتى بعده بكتاب الإيمان، وتحت كتاب الإيمان مجموعة من الأبواب، زي مثلا الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وتحته أورد الإمام البخاري هذا الحديث، فقال الإمام البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وتحت كتاب الإيمان الحقيقة أورد الإمام البخاري أبواب عدة، يعني لما نيجي نتصفح كده كتاب الإيمان ونشوف أسماء الأبواب تحت هذا الكتاب داخل الجامع الصحيح، نجد مثلا باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اسم الباب كده. وأخرج تحت هذا الباب الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كتاب بدء الوحي، وبعد كده جاء كتاب الإيمان، وبعد كتاب الوحي وكتاب الإيمان أتى البخاري بكتاب العلم، ثم كتاب الوضوء. فكأن كده ما تيجي تقرأ أسماء الكتب اللي نظم عليها الإمام البخاري الجامع الصحيح، كأن الإمام البخاري راعى في تنسيق الصحيح وترتيب الكتب ما يتعلق بموضوع الأصول، موضوع الأصول اللي هو العقائد، وبعد كده بعد الأصول والعقائد جاءت الفروع وهي الشرائع. وزي ما قال أهل العلم عن الإمام بخاري، عن الإمام البخاري في طريقة تبويبه وتراجمه اللي هي أسماء الكتب وأسماء الأبواب داخل كتاب، إن فيها أسرار، وحقا فيها أسرار، وده واضح جدا، يعني واضح عموما في طريقة تأليفه وتصنيفه للكتاب، ترتيبه للكتاب الجامع الصحيح. يعني في الجامع الصحيح إذا تتبعنا تسلسل الكتب وجدنا عجبا، وجدنا عقل الإمام البخاري اللي بينبئ عن فهمه الدقيق لأصول وفروع هذا الدين الحنيف، واللي تجلى وظهر جدا في طريقة تنظيم البخاري للجامع الصحيح، واللي استهلوا اللي ابتدأوا بكتاب بدء الوحي، ثم بكتاب الإيمان، ثم بكتاب العلم. الترتيب ده في الجامع الصحيح كان يقصده الإمام البخاري، إن يبتدي ببدء الوحي ثم كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان ثم كتاب العلم. هو قصد الترتيب ده لأنه كأنه اعتمد هذا الترتيب الموضوعي للكتب اللي بتنتظم تحتها مجموعة من الأبواب اللي كلها بتحوي حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح وفق شروط الإمام البخاري، كأنه اعتمدوا كمنهج بينتظم عليه عقل المكلف في الاعتقاد والعمل. يعني لابد الأول النظر في قضية الوحي للتصديق بنبوة الرسول الكريم وأنه رسول مرسل من عند ربه، وبعد ذلك تأتي قضية الإيمان، وبعد كده تأتي قضية العلم. يعني لما قدم الإمام البخاري وجعل في الجامع الصحيح أول كتاب هو بدء الوحي، هذا البدء من الإمام البخاري مش عشوائي، إنما كما كان يقول الإمام البلقيني بأنه ابتدى ببدء الوحي لأنه هو منبع الخيرات، وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات، ومنه عرف الإيمان والعلوم. فالبخاري بدأ الجامع الصحيح بكتاب بدء الوحي،
ثم بكتاب الإيمان ثم بكتاب العلم. الترتيب ده داخل الصحيح ليه؟ قد يكون ملحظ الإمام البخاري في ذلك إن أول ما يطالب به الإنسان بعد معرفته بالوحي الشريف هو الإيمان، لأنه عن الإيمان بتصدر بقية الأعمال. أنت النهاردة تبتدي قضية إنك تكون مسلم بإنك تصلي وتصوم دون عقيدة راسخة في قلبك، ولا في عقيدة الأول في قلبك هي رسخت في القلب بعد كده انطلق الإنسان المؤمن لتطبيق الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل. يعني أول شيء يجب الإيمان به هو الوحي، لأنه جميع متطلبات الإيمان من التكاليف الشرعية، سواء بقى ما يطالب به المكلف من الطهارة من الصلاة من الزكاة وغيرها مما سيذكره البخاري في صحيحه، متوقف على كون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا بيوحى إليه، هو نبي موحى إليه. فإذا استقر هذا الاعتقاد في القلب أوجب على الإنسان بعد كده أنه يتعلم الشرائع عشان يكون ممتثل لأوامر ربه، فيكون مؤمن متصف بالإيمان صادق في إيمانه. ثم بعد التصديق بالوحي وما يترتب عليه من أنه الإنسان من الإيمان طبعا والدخول إلى الإيمان، يجب أن يعرف أن الإنسان المكلف أن طريقه لتنفيذ الإيمان وتطبيق الصور الإيمانية بطريقة عملية هو أنه يبتديها بالعلم، أنه يتعلم الأول. يعني أن يتعلم أولا ليعمل بما علم ويبرهن على صدق إيمانه الذي وقر في قلبه بالعمل الصالح اللي كله طاعة للأوامر الربانية. لذا جاء البخاري بكتاب العلم اللي هو الكتاب الثالث بعد كتابي بدء الوحي وكتاب الإيمان، جاء بكتاب العلم قبل بدء كتاب الوضوء. يبقى الصحيح البخاري إذا فتحنا الصحيح هنلاقي مقسم الصحيح لكتب وتحت كل كتاب أبواب. الكتاب الأول في الصحيح عند الإمام البخاري كتاب بدء الوحي اللي تحتيه أبواب بتعالج القضية دي، بعدين الكتاب الثاني في داخل الصحيح هو كتاب الإيمان وتحتيه أبواب بتعالج هذا الموضوع من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب الثالث هو كتاب العلم. الترتيب ده يقصده الإمام البخاري وهو مما تعلمه من الوحي الشريف، حيث أن أول ما يجب أن يتعلمه المكلف أول حاجة إيه حينئذ هي الطهارة، يبقى ثم الصلاة، ثم تأتي بعد كده بقية التكاليف والأحكام والفضائل. هذا الترتيب قصده الإمام البخاري لأنه راعى فيه أنه بينطلق من الأصول إلى الفروع. ابتدى بالأصول بدء الحديث عن بدء الوحي، ثم بعد ذلك تحدث ده الكتاب الأول، الكتاب الثاني قضية الإيمان، بعد قضية الإيمان ابتدى بالعلم الأول قبل ما يبتدي نشوف التكاليف المطالب بها الإنسان المكلف إنه يعرفها عشان يقدر يمارس الإيمان ويطبق الإيمان بطريقة مبنية على المعرفة. إزاي يعرف يتوضأ، وبعد كده إزاي يعرف يصلي، وبعد كده أنواع الوضوء والطهارة وطريقة الغسل، وبعد كده مواضيع كثيرة كلها بتنتظم في عقد فريد في الجامع الصحيح للإمام البخاري، وما زلنا في شريف صحبة الجامع الصحيح للإمام البخاري لنرى بعضا من أسراره المباركة. فرحم الله تعالى الإمام المبجل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عن الأمة خير الجزاء، اللهم آمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا،
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون وسائر مشاهدينا الكرام الأعزاء في كل مكان. سريعا ناخد مجموعة من الأسئلة. في أسئلة كانت امبارح ست هانم وست أم محمد، إن شاء الله هنبدأ الرد على أسئلة بيهم الأول عشان نستوفي لهم الحق بتاعهم. أستاذة ولاء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا بيك يا أستاذة ولاء، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، اتفضلي. أنا ما عنديش أي أسئلة، أنا بس كنت أوصل لك حاجة جميلة كده. والدتي الله يرحمها كانت بتعشقك، والله 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 كانت تستنى البرنامج بتاعك يوميا وتقول لي: ولاء بالله عليك يا بنتي، الله يرحمها، بالله عليك هاتيلي البرنامج دكتورة نادية. كانت بتحبك حب، هي بقى لها سنتين متوفيين، الله يغفر لها. انا مش عارفه اقول ايه، بس انا حسيت انها امانه طبعا، وقلت اوصلها لك لانها بجد كانت بتحبك والله العظيم. احبها الله الذي احببتني فيه، وغفر الله لها ورحمها وتجاوز عن سيئاتها. يا رب، اللهم امين، اللهم امين. احنا ان شاء الله نتذكرها في الدعاء بتاعنا، واحنا نهديها السلام عن طريق الدعاء ووهب العمل الصالح لها يا ست ولاء. واشكر حضرتك واشكر رقه قلبك انك يبقى عندك يعني حرص انك تبلغيني برساله الست الوالده الكريمه. هي اسمها ايه يا استاذه ولاء؟ فردوس. ما شاء الله، الله يرزقها الفردوس الاعلى يا رب. اللهم امين. امين. اللهم امين اجمعين جميعا ان شاء الله. اللهم امين. شكرا، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. معانا ست ام احمد. خلي بالكم بس ان احنا معانا اسئله امبارح ما جاوبناهاش. ست ام احمد. عليكم السلام. السلام. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عامله ايه حبيبتي؟ اهلا بيكي ست ام احمد، اتفضلي. يديك الصحه والعافيه ويجازيك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. يا رب، اللهم امين، اتفضلي يا فندم. انا عندي سؤال بس، اختي كانت حلفت على بنتها، قالت لها: حد الله من راح معاكي المشوار ده. بس رجعت راحت المشوار، لان كان مشوار لبنتها يعني. فهي عايزه تعرف دلوقتي في كفاره عليها في حاجه؟ حاضر، شكرا. وهي كانت عزمة فعلا باليمين ان هي مش هتروح، يعني ده كان اللي في قلبها يعني. هاي ست ام احمد. ايوه، هي كانت بتحلف وده نيتها الحقيقيه ان هي مش نيتها، بس هي عشان بنتها عملت معاها مشكله وكده واتخانقت معاها، قالت: طب حد الله ما انا راحه، ما انا واخداكي معايا المش او مش راحه معاكي. ايوه، ما هي اقسمت. بس راحت المشوار طبعا عشان كان بنتها تعبانه وكده، حنست في اليمين. طيب حضرتك هتجاوب عليه النهارده ولا بكره؟ عشان بس انا مش موجوده في البيت. ولو انا جاوبت ما لحقناش النهارده، احنا يعني ان شاء الله هنوصل لحضرتك ان شاء الله باذن الله. شكرا قوي يا دكتوره، الله يبارك لك يا حبيبتي. شكرا، شكرا يا ست ام احمد. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم، بس هنبتدي الاول باسئله امس باذن الله تعالى وتيسيره. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. الأستاذة هانم كان ليها دي من أسئلة المتبقية من الأمس، ما كانش في وقت للإجابة. الأستاذة هانم بتسأل بالنسبة لصيام الاثنين والخميس، هي بتتطوع بصيام الاثنين والخميس لكنها في يوم اضطرت أنها تفطر، فهل تأسم لذلك؟ لا، لا تأسمين في صيام التطوع، لأنه دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتطوع ده أمير نفسه أو أمين نفسه، فإذا صام تطوعا فله إنه هو يفطر، ولا سيما إذا كان الإنسان احتاج إلى كده، زي مثلا جالني ضيف وأنا أخشى من مشقة إن أنا ما أقدم له الأكل ما يرضاش يأكل عشان أنا صايم، وليس من إكرامه وأنا صايم صيام تطوع، يعني أنا أقدر إني أفطر إكراما لهذا الضيف وعشان أشاركه الطعام مبقاش هو قاعد ياكل لوحده. فالحالة اللي حضرتك قلتيها دي من الحالات اللي حضرتك عادي وانت في نفس الوقت بتصومي صيام تطوع تنفل انت بتتطوعين به، فأنت أميرة على نفسك، إن شئتي كملتي وإن شئتي فطرتي ولا أو أفطرتي ولا شيء في ذلك عليك يا أستاذة هانم. بالنسبة لسؤالك الثاني عن قراءة القرآن في الصلاة، هل ينفع أن أنا أقرأ من المصحف؟ لأن حضرتك بتقولي أنا بقيت أنسى القرآن فبفتح المصحف عشان منساش يعني ترتيب الآيات. هذا الأمر جائز، وإحنا قبل كده قلنا هذه المسألة، ولا حرج في أن حضرتك حبيتي تقري القرآن الكريم من المصحف داخل الصلاة، سواء في صلاة الفرض أو في صلاة النفل. ودليل ذلك ما ورد من حديث ذكوان غلام ستنا عائشة رضي الله عنها، كان بيؤم ستنا عائشة في الصلاة ويقرأ من أوراق المصحف على ألا يعني نكثر من الحركة، يعني الورق المكتوب فيه القرآن يقرأ ليذكر نفسه به، والإنسان بس يحاول يحكم المسألة بحيث بحطه على حامل قدامي، يعني أحاول تكون المصاحف المطبوعة بتبقى نهاية الورقة مع نهاية الآية، بقلل الحركة قدر الطاقة، خروجا من نقاش العلماء في كثرة الحركة أو كثرة حركة المصلي داخل الصلاة يا أستاذة هانم. الست أم محمد بتسأل بتقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لبنت الزوجة؟ هو والدها مقصر معاها جدا، وهي مصاريفها كتيرة بالنسبة للجامعة، والدتها ما عندهاش مصدر للدخل، ووالدها لا ينفق عليها. لا مانع من ذلك صاحبة السؤال ست أم محمد، وبالذات لو كانت مستحقة بأي وصف من الأوصاف الثمانية اللي ذكرتهم الآية الكريمة، وذلك لأن نفقتها ليست واجبة على زوج أمها، إنما تجب نفقة هذه الإبنة على والدها المقصر في الإنفاق عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر في هذا الأمر تحذيرا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، فشملت الروايتين إن الإنسان يضيع الأمانات اللي بين إيديه، سواء يضيعها من الجانب المادي وهي وجوب الإنفاق عليه ومتابعة مصاريفه التعليمية الصحية وما شابه ذلك، أو كمان عدم المتابعة الأدبية، إن أنا براعيهم وإن أنا باخد بإيدين ولادي وإن أنا بتابع التربية بتاعتهم، وفيها مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اللي أمرنا: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. فالانقطاع ده ففيش لا عطاء مادي ولا عطاء معنوي، فهناك تقصير من جانب هذا الوالد، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهديه ويصلح حاله. فلا مانع أن زوج الأم يعطي من زكاته لابنة زوجته. الست محمد برضو ليها سؤال أنه
معاها ابنها، والابن ده متزوج من سيدة، السيدة دي كانت مريضة اكتئاب، ويعني في مرحلة عملت له قضية، عملت لابنها قضية، يعني عملت لجوزها قضية، والوالدة هي اللي بتسأل السؤال يعني، ومعاه ولد وبنت، وبعد كده طلقها وبعد كده رجع لها عشان خاطر الأولاد، وهو دلوقتي عاوز يعني الولد يصالح والدته على زوجته بعد مشاكل كتير. هي فكرة ان انا قلقانة من وجود ان يبقى فيه اتصال مرة تانية. فالإنسان عادة بيعمل ايه؟ بيعتزل ما يؤذيه، مش بيعتزل الناس. انا لا اعتزل الاشخاص، انما اعتزل ما يؤذيني من هؤلاء الاشخاص. فمعنى كده ان انا ما نويش القطيعة معه، اتجنب الشيء اللي يؤذيني، وابقى عارفة دايما انه ومن عفا واصلح فاجره على الله. ولابد ان انا عشان تستقيم الحياة بين ابني وبين زوجته اللي هي حصل بينهم مشاكل وحصل طلاق وحصل دخول في المحاكم، مش هتستقر الحياة يا سيدتي الفاضلة والحما كده او حضرتك قطع مرات ابنك للمشاكل اللي تمت، او عشان انت شايلة في نفسيتك منها. فالإنسان ما بيحاسبش على ما يجري في قلبي، لأن الحب أو تغير الحب إلى الكره دي شيء مش بإيد الإنسان، لكن يحاسب الإنسان على ما يخرج منه من تصرف وفعل. فأنا لابد يكون في ود، ولا مانع أن الود ده أنا أعمله بحساب، بحيث ما خليش ابني في ضغط، لأنه طالما ابني عاوز يصالحني عليها وبتقولي الابن بار بيكي وبيزورك، مش هيبقى فيه استقرار قوي طول ما يعني حماتها مقطعاها وما بتكلمهاش. فلازم حضرتك برضو يعني تهدي شوية، واللي فات فات عشان خاطر الولاد، في ولد وفي بنت، فاحنا عايزين يتربوا في جو أسري هادئ. لازم الولد والبنت دول يشوفوا ان أمهم بتزور جدتهم، وان جدتهم بتعامل أمهم بطريقة كويسة قدر طاقتك عشان الحياة تمشي، وابنك ما يبقاش فيه ضغوط عليه من جانب حضرتك ومن جانب زوجته. فأرجو أن حضرتك تفكري من هذه الجوانب، مش من فكرة أن أنا زعلانة أنها عملت وأنها سوت وأنها أذت وأنها خلاص الدنيا هذه هي الحياة الدنيا. الجنة غير، ما فيهاش نصب، ما فيهاش وصب، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش مكدرات، ما فيهاش تعب، فيها سلام، هي دار السلام. إنما الدنيا هي دار الأقدار، فالإنسان طول ما هو عايش بيخرج من مشكلة بيدخل في مشكلة تانية، وبالتالي هو بيحاول يحافظ على اتزانه الإيماني في كل مشكلة هو بيدخلها، عشان عارف إنه في دار امتحان. والإنسان كل ما ينعم بالسلام النفسي مع نفسه، وبيبقى عارف وأقدر ظرف هذه الزوجة، زوجة ابني دي، إنها ست مريضة نفسيا، قد يتصور لها أشياء بتخليها من الاكتئاب، من أوضاع نفسية معينة بتخليها بتتعامل مع الناس بطريقة معينة، لا سيما أقرب الناس إليها زي زوجها زي حماتها، وعشان كده دخلت في مشاكل مع ابن حضرتك. فأنا بس أتمنى إن حضرتك تسألي الله سبحانه وتعالى صلاح البين، تسألي إن ربنا يصلح الأحوال، وإنك تعمليها ولو كان ذلك بحساب، فما يبقاش هجر تام، إنما في نوع من الجمال في طريقة التعامل عشان ابنك ما يبقاش فيه ضغوط عليه ولا كمان هؤلاء الأحفاد. بالنسبة لي سؤال السائلة الكريمة الست أم أحمد اللي كانت بتسأل على إنها يعني مع أختها حلفت إنها مش هتروح معاها المشوار، وبعد كده هي راحت. هو بس بينبغي على الإنسان المسلم، ودايما ده نذكر بيه، إنه ينزه اسم الله سبحانه وتعالى، إنه يردده في كل حاجة بتجري في الدنيا، ما يبقاش بيجري كده يعني اسم الله في كل تصرف وفي كل فعل. لابد أن ننزه الاسم الشريف عن إن إحنا نقعد يبقى والله ما أنت أنا مش رايح معاكي، والله أنا مش ننزه الاسم عن كثرة الاستعمال بهذه الصورة، لأن الأمر ده بيعرض الإنسان للوقوع في الحرج أو الإثم. وحفظ الأيمان مطلوب، لأن المولى سبحانه وتعالى علمنا واحفظوا أيمانكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لحضرتك وأنه يتجاوز عن سيئاتك، لكن إن كانت يمين معقودة هي عقدت النية والقلب عليها، وجب كفارة اليمين يا صاحبة السؤال. ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى
بالدعاء ونسأله من خير الدنيا والآخرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسؤول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.